وأما المؤمنون فيحاسبون على أعمالهم، لأن لهم حسنات ولهم سيئات، فمنهم من لا يحاسب يدخل الجنة بغير حساب، كما في حديث 70,000 الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب، ومنهم من يحاسب حسابا يسيرا وهو العرض، فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، ومنهم من يناقش الحساب، يحاسب حساب مناقشة، والأول يحاسب حساب عرض فقط، حساب عرض يسير، وهذا يحاسب حساب مناقشة. قال صلى الله عليه وسلم: من نوقش الحساب عذب. نعم.